بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، قال تعالى في سورة آل عمران: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال في سورة يونس: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فلما عبر في سورة آل عمران بالموت هنا وعبر في سورة يونس بالإيمان؟ لأن دلالة السياق ولأن السياق الذي جاءت فيه هذه الكلمة مرتبطة بموضوعين مختلفين. في سورة آل عمران جاءت هذه الآية: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، جاءت في معرض الحديث عن معركة أحد وعن الموت، فيمكن أن يموت الإنسان كذا، فجاء الخطاب مناسبا. وفي سورة يونس لما كان في خواتم سورة يونس كان الخطاب عن قضية الإيمان وإيمان فرعون، وذكر الله كيف أن فرعون لما أدركه الغرق قال: أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله.